عافية عليك. دقيقة واحدة بس، لو متأخرة كان جيتك للبيت. لا وعلي من؟ هي عايزة فضيحة؟ عاشت ايديك. هي مال فضايح. وهسه ريت تحكي لي من بداية القصة لنهايتها، تمام؟ يلا. خيرك يما. ادعي لي، بس ادعي لي يما. ربي يوفقك ويفتح وجهك يا رب. حلو. يعني قصه اخت حامد تكتك هي الكابتشينو مال عينتين. عجبني هذا الجو مال المسلسلات التركية. زين انت شنو؟ هسه عرفت اللي تريده. خلصت؟ لو بعدك. لا ما خلصت. سمعيني ولج.